أكيد تتنوع وتتعدد الآلات الموسيقية في حالاتنا. البعض منا يقدر يميز هذه الآلات، لكن هناك بعض الآلات اللي ممكن نشوفها متشابهة في الشكل وأيضا الصوت. يعرف مشاهدينا السنطور بأنه آلة موسيقية وترية شبيهة بآلة القانون، ولكنها تختلف عن القانون في طريقة العزف، حيث تعتبر السنطور من الآلات الموسيقية صعبة الاستخدام، هذا اللي تسبب في قلة العازفين عليها. ولكن نتعرف الآن على آلة السنطور مع أحد العازفين لهاي الآلة، العازف أزهر كبة، لنتعرف عليه وعلى فنه وعلى هاي الآلة الجميلة في تقريرنا التالي معاكم. اليوم بعطيكم تصور عام وشامل عن آلة السنطور التراثي هذه. أول ما اكتشفت في العصر الأكدي في أيام نبوخذ نصر، تقريبا حيكون عمرها 3000 سنة، وطبعا وجدت على ألواح طينية وعلى لقى طينية وعلى رسوم موجودة، وبعدين بشوفكم أنا بالضبط اللقى هاي موجودة وين، في متحف لندن، كلها تشير إلى أنه آلة سنطور من وادي الرافدين. وبعدين طبعا انتقلت على مر السنين هذه كلها، انتشرت في أوروبا وفي آسيا وحتى وصلت إلى أمريكا، ولكن بمسميات مختلفة وصلت. كل بلد حاول أن يصنعها ليستفاد منها في ثقافته وفي تراثه. بدأت أنا طبعاً دراسة السنطور من كان عمري 6 سنوات في بغداد، مدرسة الموسيقى والباليه. كان في خبراء روس وعراقيين أيضاً لاختيار الطلاب الصغار اللي هم من عمر 6 سنين، واللي يستمر بها يعني هذا يكون في شيء جيد. فاستمريت أنا في المدرسة هذه كليتها طول السنين، بعدين دخلت معها دراسات الموسيقية، بعدين جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة قسم الموسيقى. أيضا من الأعمال اللي عملتها قبل سنوات كان ألبوم اسمه حكايات موسيقية، وقبل شهر تقريبا معهد الشارقة للتراث مشكور عمل على إصدار ألبوم ثاني لإلي اسمه عمري 3000 سنة، وهو نابع عن عمر الآلة، فأنا حبيت أسمي بهالاسم هذا. طبعا هي موسيقى لآلة السنطور لبعض الموسيقى العراقية والأغاني اللي ترجمها اللي أنا ترجمتها لبعض الأغاني التراثية العراقية. آلة السنطور تتكون من 12 احنا نسميها دامة اللي حشوفكم اياها، اللي هو الجسر او المثبت، 12 من اليمين 12 من اليسار، وكل تون أو كل نوتة يحتوي على 3 أوتار أو 4 أوتار حسب الصانع. طبعاً صندوق صوتي من خشب الجوز يعزف عليه بالمضارب. فرق كبير بين آلة السنطور وآلة القانون من ناحية الشكل، من ناحية الصوت اللي تسمعه، من ناحية الأوتار، أوتار آلة القانون من النايلون، السنطور من المعدن، طريقة العزف تختلف كلياً، فكثير في أوجه اختلاف، ما في أي وجه تشابه. ولكن أنا بتوقع لأنه ظهور آلة القانون على شاشات التلفزيون أكثر من السنطور، لهذا السبب يمكن أكثر الناس من تشوفه أول ما تشوف السنطور تقول لك هذا يمكن قانون، فأتصور هذه الفكرة، إذا واحد بيركز لا حيشوف في اختلاف. آلة السنطور طبعاً ما في حدود لها كمدى صوتي أو كطريقة بالعزف، نفس الآلة هذه ممكن نعزف فيها أغاني عراقية عربية أم كلثوم عبد الوهاب اللي أنت تريده،
مجرد هو العازف في شو يريد يعزف عليها. لذلك أنا حتى من أجل أوصل صوت السنطور إلى أبعد نقطة بدأت أترجم أغاني إحنا نسميها أغاني السبعينات الغربية والأوروبية والعالمية المشهورة مثل كلينج مي سوفتلي، يسترداي، الأشياء هذه معروفة بالعالم. وحتى اتجهت إلى بعض المقطوعات الإسبانية أعزفها في آلة السنطور. إلى آخر شيء قدمت سجلت قصدي أغنية لفرقة بيجيز اللي هم من عمالقة الفرق في السبعينات.